إمام سهى عن التشهد الأوسط فقام للركعة الثالثة حتى استقام واقفا، ثم تذكر فعاد للتشهد الأوسط، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل، لكنه لم يسلك السبيل الأرشد، فإذا استتم قائما لا يرجع إلى واجب، لا يرجع من ركن إلى واجب. إذا استتم قائما يبقى قائما، لكن إن قدر ورجع فالصلاة لا تبطل.